طيب كيف كان مقام الشيخ مع رؤساء القبائل في زمانه؟ كان مقامه معظم ومقدس نعم ومكرم، نعم وكانت الوفود تصل إليه زائرين وباحثين، نعم ومنهم مستجدين. نعم هو بين مستشار وبين بين من يأتي إليه بين مستشير ومستجير ومستمير. نعم مستمير يطلب المادة، النور، ومستجير يطلب الحماية، نعم ومستشير يريد الرأي والفتوى، والفتوى. نعم فإذا كان الرجل مستجير نعم قال له قل معنا وما أحد يصل إليك نعم بالسوء. نعم إذا كان يخاف من قبيلة أو من ناس متغلبين، نعم الذين ينهبون ويأكلون الأموال ويقتلون الأنفس. نعم فإذا كان الرابع من الحكومة موجود وواصل إلى بلد هذا المستجير، نعم كتب للحكومة أن هذا فلان مصاب بكذا وكذا، نعم ويخاف من كذا وكذا، فرجا منكم حمايته. نعم وإن كان ما أحد إلى قريب من الحكومة، نعم من يعني يصون لعرضه، قال اجلس. يا سلام. وإذا كان يريد مادة أعطاه كفقير، نعم وإذا كان يريد الاستشارة أعطاه الرأي الجيد. إذن مستمير مستشير مستجير مستشير ومستجير ومستمر. ومستمر. الله، هذا الناس جميل، هذا الناس جميل.